لحضراتكم من جديد في رأي عام. مياه الشرب في القاهرة بتعتبر أزمة في بيوت كتير، في معظم حتى البيوت في عدد كبير من المناطق. احنا بنتكلم بس عن القاهرة على فكرة يا جماعة، علشان اللي بيتفرج علينا دلوقتي من الجيزة ومن محافظات أخرى يعني يستنى لغاية لما نعمل حلقة تانية. المناطق اللي احنا بنتكلم عنها في القاهرة بتعاني من انقطاعات متكررة بالساعات، في مخاوف عند الناس بسبب نزول المية من الحنفية لونها أصفر أو المية متعكرة. ده اللي بيخلي ألاف عشرات الألاف من المواطنين بيلجأوا إلى الفلاتر. طبعا في ارتفاع في قيمة الفواتير، دي من ضمن الشكاوى اللي احنا يعني جات لنا، انفجار المواسير في الشوارع لدرجة غرق السيارات زي ما شفنا في التجمع الخامس أكتر من مرة، في خطط كتيرة لترشيد الاستهلاك لكن مفيش نتائج ملموسة لغاية الآن. قضايا كثيرة وأسئلة أكثر نسعى للإجابة عنها مع ضيفي الكريم في الاستوديو، المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه شرب بالقاهرة. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. طيب بنفكر حضراتكم بأن احنا بنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على تليفونات البرنامج اللي ظاهرة دلوقتي أمام حضراتكم على الشاشة أو على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي صفحة الفيسبوك رأي عام عمرو عبد الحميد، ولسكان القاهرة هل تعاني من مشاكل مع مياه الشرب؟ بالفعل جات لنا شكاوى كثيرة هنحاول نستعرض معظمها، لكن خلوني أبدأ مع المهندس مصطفى الشيمي. نعرف الأول باشمهندس مصادر مياه الشرب في القاهرة من فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر مياه الشرب في محافظة القاهرة كلها مياه سطحية من نهر النيل. ما فيش مصادر أخرى؟ ليس فيها أبار مطلقا. ما فيش أي أبار، ما فيش أي مصادر أخرى، بس فقط مياه النيل. أيوة مياه سطحية من نهر النيل. جميل جدا. المية بتمر بمراحل كتيرة علشان تنزل من الحنفية في الكوباية. إيه بقى أهم المراحل دي، أو لو نقولها كده في نقاط بسرعة؟ أهم مراحل تنقيط مياه الشرب السطحية هي في محطة مأخذ من النيل، ثم مروقات يضاف لها بعض الكيميكالز الشابة عشان تروق يعني. أيوة بترسب فيها النذف بتاع الطمي، ثم مرشحات، وبعدين المرشحات بتنزل في خزان أرضي بيضاف لها جرعة كلور، ثم محطة مضخات إلى الشبكات. يعني تقريبا أربع خطوات. أيوة. رئيسية من المصدر من النيل لغاية ما تنزل المياه من الحنفية. أضيف فقط أن جميع هذه المراحل أندر كنترول من المعامل في تحليل المياه من النيل وبعد مروقات وبعد مرشحات. طيب ليه المياه بتنزل في أحيان كثيرة صفرة متعكرة؟ يعني اسمح لي، مش في أحيان كثيرة ولا حاجة، في أحيان قليلة. أنا رجل مسؤول وعندي عقيدة أن كل مسؤول في موقعه مصر أمانة في عنقه. تمام. فلو كان في أي شكوى نوعية من المياه، اصفرار مياه، طعم غير مستساغ، رائحة غير مقبولة، عليه الاتصال بالخط الساخن 125. عندي 16 معمل متنقل على سيارة بيذهب الكيميائي مع فنيين المكان الشكوى بالتحديد أيا كان مكانه، من شبر الخيمة لحد التبين، ويحلل المياه. ولو فيها مشكلة بنقول للمواطن وبنعترف بأي حاجة، لو ما فيش بنقول له ما فيش، المياه سليمة. طيب يعني هنستعرض ده، بس خلينا يعني في الأول، خلينا في الأول نشوف تقرير عن مراحل تنقية المياه من داخل محطة رود الفرج، وهل بتتم بنفس الآلية اللي قالها لنا الباشمهندس مصطفى الشيمي أم لا؟ كثير منا يملأ كوب الماء من الصنبور ليروي به عطشه أو يعد به ما يشاء، لكن هل يعرف أحدكم كيف وصل إليه الماء بهذا النقاء؟ سؤال يجيب عنه هذا التقرير. نبدأ أولا بالمآخذ. إحنا بنسحب المية من نهر النيل، نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. بسحب المية من مكان مناسب على بعد 175 متر من الشاطئ وسط النيل، وعلى عمق 9 متر من عمق النيل. احنا هنا في المرحلة الثانية لمعالجة وتنقية المياه. المياه هنا بتعدي في ثلاث مناعة أعشاب موجودة
أسفل هذه المياه. مناة الأعشاب دي دقيقة بحيث بتحجز الصدف والأعشاب اللي هو أكبر من الفراغات البينية الموجودة في هذه المناعة اللي هو حوالي 1 سنتي. بعد كده المية بتعدي الشيء التقيل اللي هو سواء حجارة أو زلط أو رمل تقيل بيترصف في هذه البيارة. أول ما مية النيل بتخش على المروق بتخش في مرحلة المزج السريع وإضافة الشابة. إضافة الشابة وتم عملية المزج السريع علشان تحول عقارة المية لحبيبات صغيرة. الموضوع ده بيتم في قلب الصينية اللي جوه ديت، تحصل عملية التنديف والترصيب في قلب الصينية اللي جوه ديت، الصينية الخضراء ديت بتحصل عملية الترصيب للشوائب، الترصيب ينزل تحت يهبط في قلب أرضية المروق والمية المتروقة تطلع فوق على السطح. طبعا بعد المية ما خرجت من المروق هتخش على ثاني مرحلة من مراحل التنقية اللي هي مراحل الترشيح. اللي قدامنا ده عبارة عن المرشح. المرشح ده عبارة عن ايه؟ بحقن فيه جرعة كلور متوسط. تاني حاجة بشيل الشوائب اللي نتجت من عملية الترويق. مشهد يومي يعتاده الدكتور أحمد ورفاقه، فكل ساعة يذهب بأدواته لأخذ عينة من مياه النيل. دورنا كمعمل ما بتوقفش على أخذ عينة من النيل بس، احنا كمان بنكمل بعد كده ان احنا بنبدأ نتابع الجرعات اللي احنا بنضيفها في المية. بنبدأ ناخد عينة من دخول المروق عشان نشوف كمية الكلور اللي اتضافت، كمية الكلور المبدئي، وبنشيك عليها، وبنبدأ ناخد عينة من الخروج على اساس نشوف عمليه المعالجه تمت باني طريقه، الكفاءه بتاعتها تمت ازاي، وبعد كده بتخش الميه على المرشحات ومنها بتطلع على الخزان، وبعد كده بنطلع ناخد العينات بتاعتنا ونشوفها على المعمل عشان نطمن على جوده وكفاءه عمليه المعالجه. احنا ليه بناخد عينه كل ساعه من ميه النيل؟ بناء على ان ميه النيل طبيعتها دايما متغيره نتيجه التلوثات اللي بتحصل في النيل من بواخر من المراكب السياحيه اللي بترمي الصرف بتاعها في مية النيل. فور الانتهاء من أخذ العينات تبدأ مرحلة العلم الدقيق، وهي مهام المعمل الذي تنوعت للوصول إلى أعلى نسبة نقاء للمياه. احنا حاليا دلوقتي الدكتور أحمد وأستاذ محمد جاب عينات من المحطة كلها ومن النيل، فبعد كده بنسلمها للمعمل، بنستلمها بنبتدي نشتغل على عينة النيل، بنشتغل عليها بنعمل لها التحليل الكيميائية بتاعتها، التحليل البكتيرولوجية والتحليل البيولوجية، وبنشتغل عليها كمان تجربة تحديد الجرعات اللي بنحدد فيها جرعة الشابة المناسبة لطبيعة الخامل المية الخام اللي داخلالي، وبنعمل لها تجربة تاني لتجربة البريك بوينت دي بنحدد جرعة الكلور اللي مناسبة لطبيعة المية الخام اللي داخلالي، اللي بعد كده بنبلغ المحطة بالجرعات المطلوبة اللي تتنفذ على المروقات عشان ناخد منها يعني مية مروقة مطابقة وكده. مجهود كبير رصدناه لكم لكي نقف على دور بعض المؤسسات الحكومية تجاه المواطن المصري ونجيب عن أسئلته التي تبحث عن إجابة دقيقة. طيب، من هذه يعني الاسئله رغم كل اللي احنا شفناه قلنا في شكاوى، في اسئله، ليه المياه بتنزل صفراء في احيان كثيره؟ لو كان في مياه صفراء في الصنبور من عند اي مواطن اما بعد عمليه اصلاح في بعض الخطوط، ورغم ذلك بيحط لها هيدروكلوريت كالسيوم عشان تتطهر ما يكونش فيها اي متعلقات ضاره، لكن غير كده حضرتك ما عندناش مياه صفراء اطلاقا في محيط القاهره الكبرى. احنا بنتكلم عن القاهره والقليوبيه. القاهره فعلا فيها منطقه في شبرا خيمه ولحد التبين، بس الميه لما بتنزل صفراء بيبقى في اصلاحات في الماسوره. ده ممكن السبب الرئيسي الوحيد، ورغم ذلك بيضاف جرعات الهايبوكلوريت كالسيوم لتطهير الميه. بس الميه دي لما بتنزل صفراء يعني مفيش عاقل يشربها. ثانيتين وانتهى كل شيء. لا يا فندم، انا ما بتكلمش عن اللي هو شويه اللي بينزله في الاول. نعم، بتكلم عن الميه يعني اللي نازله على طول بتبقى صفر. لا، لما في القاهره فعلا غير موجوده. انا بكلم كلام مسؤول. طيب، ماشي. يعني نعم. انا مش هقدر اجادل غير لما نسمع، لو جات لنا تليفونات حوالين هذا الموضوع هذا الموضوع. لكن مثلا واحده اسمها اسراء، مواطنه اسمها اسراء، بتقول احنا لو حللنا المياه ميكروبيولوجي هنلاقي فيها ميكروب السالمونيلا، وده ميكروب تسمم وسريع كمان، وبعض الميكروبات اللي بتسبب مشاكل في الكلى.
فشل الكلوي ومعالجة المياه بالكلور بنسبة عالية جدا، ما زال يوجد ميكروبات. ده إسراء مهم جدا يا فندم، بس أعرف العنوان، أعرف العنوان فين حد. طيب يا جماعة أنا برضو ملاحظ يعني إحنا جت لنا يعني أسئلة كتيرة جدا وشكاوى كتير جدا، بس يا ريت حضراتكم تقولوا لنا المنطقة يعني مهم جدا في العنوان، مهم جدا العنوان. في مثلا الأخ خالد عبد الحميد بيقول والله في عين شمس المياه ليها طعم ولون على عكس اللي درسناه في المدارس في منطقة مساكن عين شمس. أنا بقول لسيادتك ليه الأماكن مهمة جدا، لأن بعض الأماكن متطرفة في القاهرة إخوانا اللي لما المياه بتكون ضعيفة ومعظمها أماكن عشوائية بيدقوا طرمبات حبشي ارتوازي وللأسف الشديد بيوصلها المواطن بالمنزل بالشبكة بتاع الحكومة. لما تضعف المية يشغل موتور سحب على الطرمبة الحبشية بيطلع مية بالتأكيد ملوثة، وللأسف تتهم شركة المياه أن فيها مياه ملوثة. المستحيل فن نطلع مية من محطات مياه القاهرة غير مطابقة للمواصفات. طيب. الجودة خط أحمر عندنا. الجودة خط أحمر. نعم. طيب. ماشي. خلينا برضو يعني نروح لكده لزاوية مهمة لينا يعني. تفضل. تكلفة كل لتر مية بيوصل للمواطن كام؟ ومدعوم من الدولة بكام؟ تمام يا فندم. هو احنا بنحسب حضرتك بالمتر المكعب. وليس باللتر. تمام. تكلفة تنقيط المتر المكعب السطحي من مياه النيل بتصل إلى 2 جنيه و60 قرش. المتر المكعب. المتر المكعب. تمام. لك أن تعلم أن المتر المكعب بيكفي أسرة مكونة من 5 أفراد. إذا كان معدل الاستهلاك وده المتوسط 200 لتر في اليوم. ده حركة تكلفته. لكن سعره في شرائح مشرحة للأسعار. ورعية فيها المواطن البسيط. عشان الدولة تدعمه، فعندنا من 0 ل 10 متر مكعب ب45 قرش، ومن 11 متر مكعب ل20 متر مكعب بجنيه وريال وعشرين قرش، من 21 ل30 متر مكعب في اليوم أو في الاستهلاك الشهري كله 165 قرش، من 0 ل40 متر مكعب ب2 جنيه المتر، أكثر من 40 متر مكعب ب2 جنيه و15 قرش. يضاف إلى ذلك نسبة من الاستهلاك للصرف الصحي للمنزلي 63%، والاستهلاك الآخر الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي وخلافه 92%. طيب برضو هحاول استعرض بعض الشكاوى اللي بتوصلنا دلوقتي. نعم. مي عادل بتقول أنا سكان النهضة، مش عارف النهضة دي استاذة مي في الجنب في السلام. في السلام مي عادل. المية استاذنك في تليفونها لان التليفون مهم التواصل معاه. انا ما بيكتبوش تليفون. طيب. بيخافوا من المعاكسات. فمي بتقول انا من سكان الميه كل يوم بتقطع من الساعه 11، ما بتجيش قبل الساعه 10 بالليل، وبتصل كل يوم على 125 اكتر من 5 مرات ومفيش اي حاجه بتحصل، وبيقول لك الشركه هي اللي قافله الضغط، ولما بتفتح الضغط الميه بتبقى كويسه قوي، يعني هم بمزاجهم يعني مفيش عطله. ده حدث امتى يا فندم ده بالظبط؟ لا ما قالتش ما قالتش. بص حضرتك الانقطاع اللي حصل ده كان يوم السبت قبل الماضي. كنا بنحاول خط القطر 800 ملي معترض المونوريل الكهربائي والمترو الانفاق، واستمر انقطاع المياه حوالي 30 ساعة. لكن النهضه بها مياه مستمتعه بمياه الشرب بالكامل من 5-6 سنوات على مدار 24 ساعة. النهضه دي فين يا فندم؟ بجوار مدينه السلام. بجوار مدينه السلام. طيب نعم شادي محمد مرسي، نعم نعاني من الكثير من المشكلات ومنها تلوث المياه وعدم وصولها لبعض الأماكن، ولكن بدأت تصل إلى الكثير في عهد السيسي. طيب أحمد حسين، المية بقى لها 8 سنين ما بتشتغلش عندنا في البيت، بنستخدم المياه الجوفية ومفيش جديد، بقالهم 3 سنين بيعملوا محطة مياه في الحوامدية والمية لسه ما اشتغلتش وشكلها مش هتشتغل تاني، يا ريت حد من المسؤولين يتحرك شوية. الجيزة. الجيزة الحوامدية جيزة. تمام. الحمد لله على كل حال، بس في مشكلة من مدينة ناصر، في
ماسوره مكسوره بقالها بالظبط 25 يوم ومفيش حد عايز يجي يصلحها. ده عبد الله محمود محمد. مدينة ناصر. ده مدينة ناصر دي فين؟ دي بني سويف ولا أسوان ولا حاجة؟ لا ممكن تكون في بني سويف. في مدينة ناصر في بني سويف. عايز أضيف لسيادتك بس المية اللي بتاعتنا أندر بريشر. بقى تحت الضغط. فلو ماسورة نص بوصة يعني خطرها 10 12 مللي مكسورة تعمل مشكلة في شارع بالكامل. طيب أنا ركبت فلتر علشان البائع حل المية، مية الحنفية كان فيها زفت أسود ورائحة كريهة. أرد يا فندم؟ أتفضل يا فندم. هذه خدعة أنا بقول على الهوى. من أصحاب اللي بيبيعوا فلاتر. وأنا بنصح كل مواطن ما ركبش فلتر في بيته، لأن الفلتر عبارة عن مزرعة بكتيريا، وأنا أشهد الله إن أحفادي بيشربوا مية الحنفية. أحفاد حضرتك بيشربوا من مية الحنفية؟ أيوة. طب حضرتك بتشرب مية الحنفية؟ إذا كان أحفاد بيشربوا منها. ما أنا مش عارف. طبيعي أشربها منها. بتحبهم ولا ما بتحبهمش؟ نشرب على الهواء فن، عندك مية من الهواء نشرب. طب يا طارق هات لنا مية لو سمحت من الحنفية، بس مية من الحنفية للبشمهندس مش شبكة. من الشبك ومن الشبك. أيوة. وميه انت عارف الميه بتاعتي. طيب طيب انا بيقول في شكاوى كتير بس انا بحاول اشوف اللي هي فيها يعني الصادقه في الواضح. لا يعني كمان يعني في رد مثلا يعني رد على الشكوى اللي فاتت. إيهاب الحطاوي بيقول على فكرة البائع لازم يعمل كده علشان تشتري منه، ردد على الشكاية. يعني نفس كلام حضرتك. يعني أنت ما بتنصحش بتركيب الفلاتر في المية. يجي مكتب إلكترود كهربي نحطه في كوباية مية، تبص تلاقي المية كلها بقت لونها أسود تماما. وعمله في مكتبي. وطبعا طرد من المكتب لأنه مخادع. طب يعني ده معناه إنه الناس اللي بتجي لها المية وخايفة تشرب منها، يعني معناه انه الفلاتر دي اللي بتركبها ده في ناس كتير جدا ركبت فلاتر في الفتره الاخيره. استاذ عمرو احنا بنخدم القاهره فيها حوالي 15 الى 17 مليون مواطن. هل تعتقد ان 17 مليون مواطن عندهم فلاتر؟ لا انا متاكد انه مش ال 17 مليون، بس انا متاكد انه في ناس كتير جدا اللي هي عندها مقدره ماليه تشتري فلتر لانها عايزه تشعر بالامان من المياه. ولا لي داعي انا بقول كمسؤول ولا لي داعي. ميتنا ميه نظيفه يعني مطابقة المواصفات بما يرضي الله. لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ده طبعا دي لكن دي كل بتعمل ده بروباجندا لبيع بعض المنتجات ونجد داخل ده غير المسؤولية اللي حضرتك يعني اللي على عاتقك أمام المواطن، فدي مسؤولية أمام الله في النهاية. الله أكبر يعني في المقام الأول. حضرتك يعني بتؤكد أن مياه الحنفية مياه أمينة 100% في القاهرة. أمينة 100% في القاهرة، في غير القاهرة. أنا مسؤول عن القاهرة فن فقط لا غير. لكن بره القاهرة أكيد مطابقة برضه. مش عايزين نقول في حاجة مش مطابقة. طيب نشوف كده عينة عشوائية من المواطنين عن مشاكلهم وشكواهم من مياه الشرب، ونرجع نناقش هذه الشكاوى مع الباشمهندس مصطفى. المية بتختلف طعمها من مكان لمكان، أنا لاحظت الحكاية دي. يعني ولادي كانوا عندي وقالوا لي يا ماما المية من العبور طعم وعندنا المطرية طعم تاني، فمعرفش السبب ايه بقى. هل ضخ الكلور في المية بزيادة ايضا؟ انا مش عارفة بقى ايه السبب في الحكاية دي. بس عايزة استفسر عن حاجة بقى، احنا في العمارة عندنا 9 ادوار، هل قيمة الفاتورة الاجمالية بتاعت العداد بتتقسم على الشقق ولا بتقتصر بس على ال الشقق اللي هي فيها استهلاك ميه؟ بتشتكي من وصل اللي هو بيجي غالي جدا، وما بشوفش انا الكشاف اللي هو بيجي يشوف المايه استهلكنا قد ايه. لا ده هو اللي بيجي المحصل بس. زي ما كناش احنا اللي بناخد بالنا من العداد ونروح نظبط فلوس الميه والكلام ده، ممكن الناس اللي هم ما عندهمش صحوه في الموضوع ده ممكن يروحوا يلاقوا مبالغ كبيره جدا. لا انا في الاول كنت بشتكي على حكايه الفاتوره بس الحمد لله رحت وخدت الرقم العداد وجالي بصراحه الباشمهندس وبص على العداد وفعلا خفضها لي من بعدها بشهرين. نزل لي فعلا العداد كويس. هي النسبه للميه يعني قطعت بتاع كام يوم كده اهوت وبالدكرور وجت يعني قطعات قطعت قبل كده يومين
او ثلاث ايام وقطعت قبل كده، بعد كده بعد ما جت قطعت فيهم تاني. انا اول حاجه قاعده بالايجار بدفع 850 جنيه، لما يجي لي ميه كمان كل شهر والله كل شهر 200 و300 جنيه، ها هاكل وهشرب من ايه كمان؟ الميه والنور. المشاكل بتاع الميه عندنا الفواتير بتدينا عاليه والميه وحشه صفرة. بالنسبه دلوقتي الميه الحمد لله والحمد لله رب العالمين احسن من الاول بكتير. القطعان دلوقتي بقت مش زي الاول برضه، بالنسبه في مناطق ومناطق بتقطع فيها، بس حاليا دلوقتي الميه بقت كويسه الحمد لله. يعني تاني يوم القطع ده ثالث يوم بقى الميه بقى صفرة وشكلها وحش وليها ريحه وكده. بس الميه بس الفواتير بتاعتها بتبقى عاليه، يعني الاسعار بتاعتها عاليه. وفي مشكله في الميه، الميه دايما بتبقى ضعيفه، كانت الاول ما كانتش كده وبعدين ضعفت دلوقتي. طيب يعني مشاكل مختلفه ما خرجتش عن اللي احنا يعني في الاطار اللي احنا اتكلمنا فيه من البدايه يا باشمهندس مصطفى. يعني بس انا استوقفتني المدام اللي قالت في الاول انه طعم الميه من العبور المطريه بيتغير. لا يعني هو ست كاس جرعات الكلور بيحددها المعمل الكيميائي. ليس داخل المهندس فيها في حاجه، فبيحدد الجرعه وبناء عليه في طرمبات بشغال اوتوماتيك. مش تدخل بشري خالص. فموضوع اختلاف ده يعني ما لا. طيب إيه الريحه، رائحه الميه؟ ما احنا اتفقنا سيادتك اي مواطن في محيط القاهره بيشتكي من ريحه او طعم غير مستساغ او تغيير لون يتصل بالخط الساخن 125. وعلى فكره سيادتك انا تليفوني متاح في القاهره كلها، برد على اي رقم. ربما يكون في شكوى مواطن ضعيف مش عارف يوصل لي فارد عليه. طب يعني تفسر بايه؟ اهو طارق جاب لنا الميه اهو. الميه باشمهندس مصطفى شيل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا طب من الحنفية يا طارق؟ ايوه الحنفية فعلا؟ ما اتفقتش انت مع الباشمهندس مصطفى؟ طب انا اول مرة اشوفه فعلا. انا عارف طبعا بهزر، لكن يعني ليه الخوف من شرب مية الحنفية؟ سيادتك يعني احنا ثقافة. ثقافة؟ ثقافة. هو زي ما بيقولوا يعني ما فيش دخان. لكن هو حركة المواطن لو بيثق في المسؤول، ويجب ان يثق في المسؤول، لازم يتحرك كل مسؤول في نطاق مسؤوليته. مصر امانه في عنقه، فكله بيتقي الله في شغله. انا اثق في هذا الكلام. ونحن منهم بعون الله. يعني حضرتك في البيت ما فيش لا فلتر ولا فيش؟ والله مش لازم اقسم. لا ما تقسمش، انا مصدق. لا فلتر في البيت ولا بتجيب ميه معدنيه؟ ولا بجيب ميه معدنيه، والاحفاد بيشربوا ميه الحنفيه البيت كله. ما هو اكيد حضرتك يعني يا فندم انا اخد الشبكه العموميه، مش عامل لي شبكه لوحدي. لا بس تلاقيك من مناطق يعني ساكن في منطقه راقيه في شبرا في الخرفاوي. ارقى منطقه. الحمد لله. الحمد لله. طيب يعني برضو مش عارف بعض المواطنين في العينه العشوائيه اللي احنا سمعنا ليهم دلوقتي بيتكلموا عن ضعف المياه في بعض المناطق. هو بس الاخت الفاضله ما قالتش هي ساكنه في انهي دور. لا احنا حضرتك ملتزمين حتى الدور الرابع والخامس بضغوط طبيعيه بتاع الشبكه. اعلى من ذلك لو وصلنا للسادس والسابع والثامن فبنزود ضغط الشبكه بتنفجر. حضرتك تعلم شبكات القاهره الميه في بعض الاماكن فيها عدى على عمرها 100 عام. و50 و70 سنه وهكذا. يعني مواطن يعني بيكتب لنا بيقول لك انه الفلتر بعد اسبوع تقريبا بيبقى اسود. اسود. ايوه يا فندم، احنا بنقول الكلام يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني دي مش مؤشر على ان المياه مش نظيفه ولا العكس؟ هو حضرتك بص يا فندم، المياه في كل انحاء العالم فيها مكونات وفيها املاح ذائبه، مغنيسيوم وحديد وكله موجود في الميه طبقا للمواصفات العالميه. كل ده بيترسب فين؟ في الفلتر. طيب سناء السباعي بتقول شارع المطريه العمومي بالزيتون الغربيه القاهره يوجد مقاول في الشارع. طب سيادتك العنوان بس في الزيتون فين؟ شارع المطريه العمومي بالزيتون الغربيه. بالقاهره. بتقول انه في مقاول في الشارع نتيجه شكوانا من وجود حفر دائمه مملوءه بالمياه من حوالي 5 سنين، حضر المقاول من شهرين يشتغل يوم و10. لا ده متهيألي ده الموضوع ده رصف بقى يا فندم، رصف شوارع. يعني بيقول انه كل يوم كل يوم الميه بتتقطع من الساعه 9 للساعه 10
وشكونا للخط الساكن كان الرد احنا مالنا ده مقاول. حاولت اوضح انه ما فيش رقابه على هذا المقاول وانه غير متمكن من عمله، كان الرد احنا مالنا احنا مسؤولين عن المياه فقط. دي برضو من ضمن الشكاوى. مؤمنة السعيد بتقول لحضرتك احنا سكان الملكة ملك فيصل المية مش عارف دي في الجيزة. الجيزة دي الجيزة. لو سمحت لي اضيف حاجة على الخط الساخن. اتفضل. المكالمات الخط الساخن استاذ عمرو كلها مسجلة. ولو في واحد عندي في الخط الساخن لم يعامل المواطن معاملة اللائقة يحل التحقيق. إذا لم مسجلة ولو في مواطن اشتكى من حد من الخط الساخن من فضله يكلمني على تليفوني وياخد حقه. طيب جميل جدا. أصل بقول لك يعني مالناش دعوة لا جميل جدا. طيب هل في توسعات جديدة لمحطات مياه الشرب في القاهرة؟ في الحمد لله توسعات. هي القاهرة الحمد لله من فضل الله من المحافظات اللي هي مستورة بالمية وفيها مية تكفي الحمد لله، لكن احنا بننظر نظرة مستقبلية لأي توسعات. فعندنا توسعات في محطة كفر العلو 400 ألف متر مكعب، عندنا محطة شمال حلوان 200 ألف متر مكعب، ومحطة تبين 100 ألف متر مكعب. وهل هذه التوسعات هتقلل من يعني مرات انقطاع المية؟ بالتأكيد، لكنها بتخدم بالأكثر المناطق اللي هي المستجدة والمنشآت الجديدة. طيب برضو رجعت لنا الأستاذة ماهي عادل بتقول بتقول انه من حوالي شهر ده بيحصل اللي هي يعني مش عارف انا نسيت سكان النهضه. هي برضه مش قايله من فين النهضه، يعني وكان الناس كلها عارفه النهضه، مع احترامنا للنهضه برضه يعني. بتقول من حوالي شهر ده بيحصل على طول، ولما بتكلم بيقولوا ركبوا موتور، احنا مفروض علينا نجيب الميه لحد الاول، غير كده ملناش دعوه. ده كلام الخط الارضي الحد الرابع مياه السلام الرابع. لما اتواصل معهم لو سمحت عايز اتواصل مع المهندس مصطفى بيشيم. التليفون على الهواء يا فندم ولا في مشكله؟ لا ما فيش مشكله. لو عايز 012 يكتبوا يا جماعه على الهواء 012 8 660 660 3001 3001. المهندس مصطفى الشيمي رئيس هيئه مياه الشرب في القاهره. طيب يعني وكأنك بتقول لي انه تجار الفلاتر يعني وكأنهم يعني بيعملوا بيزنس على حساب فزع المواطنين، على حساب القلق اللي فيهم. تعبير صادق. على فزع المواطن بيشتري ميه يأمن نفسه، مفكر ان هو الميه غير صالحه للشرب. لا فندم، الدوله بتنفق ملايين الجنيهات على تنقية المية عشان تطلع ما مطابقة المواصفات. هل طيب يعني انتم يعني مقصرين في مسألة الدعاية على هذه المسألة، انكم تفهموا الناس انه مياه الشرب آمنة، مياه الشرب ما فيهاش حاجة؟ يعني ناس كتير جدا يقول لك مياه الشرب ممكن تختلط بمياه الصرف الصحي. اطمنك يا فندم، هل من وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى في حد في اي مستشفى دخل لا قدر الله يشتكي من تسمم مياه في القاهرة؟ انا ما عنديش احصائيه او ما عنديش لما اتكلم على الهوى ست من فضله ما فيش. اذا كل الذي يقال غير صادق وخاصه من الفلاتر. غير صادق بالمره. طب ما تعملوا حمله. في حمله فن، بس هنعمل الترشيد لان حضرتك عارف طبعا في تحديات بتواجه طبعا مصر، لكن الترشيد هو لا بد منه. طيب هل الشرطة بتقوم بتوصيل المياه لبعض العقارات المخالفة؟ مش عارف السؤال ده يعني الشرطة ما أنا برضو يعني مستغرب من هذا السؤال. يعني العقارات اللي هي في الأحياء المسمى بالعشوائية والمناطق العشوائية أنتوا بتوصلوا لهم مياه؟ هو حركة احنا الماء الحمد لله متوفرة، لكن هو بيعتدي على الشبكة ويوصل لها ماسورة ضعيفة قطر بوصة، ثلاثة أربع بوصة، بوصة ونص، والشرع يمتد إلى نهايته. يعني هو من نفسه أصلا بأبراج من نفسه بيتعدى على الشبكة زي ما بيسرق كهرباء مثلا. بعد كده بيتم فيه تصالح، بيدفع مبلغ مالي واستهلاك سنتين ونوصل له احنا بقى التوصيل الهندسي اللي هو السليم. طيب
الناس اللي هي بتعمل ابار بيسموها ايه؟ ابار طرمبات حبشيه. طرمبات حبشيه على اعماق 4-5 متر 10 متر على الاكثر. هل الميه دي يعني لما تيجي تقارنها بينها وبين ميه الحنفيه تبقى المقارنه لصالح مين؟ بالطب بالتاكيد يا فندم قولا واحدا ميه الحنفيه. لان الميه الجوفيه اللي هو بياخد منها مترسب فيها صرف صحي او صرف صناعي او صرف زراعي فغير امنه بالمره. غير امنه بالمره ولا عليها شبه ولا كلور ولا اي كيميكال تطهرها فعشان كده مش امنه. طيب يعني زي ما بيقولوا يعني خلاص وقعت الفاس في الراس يعني الناس عملوا مثلا طرمبه ايه النصايح اللي ممكن نقدمهم للناس انها يعني على الاقل بعد ما تطلع الميه من الطرمبه دي تعمل ايه علشان الميه على الاقل تبقى يعني امنه؟ عشان اقول كمسؤول الميه دي يعني تعمل فيها ايه لابد من تحليل الميه ومعرفة نوع الملوثات وجرعات الشبه والكلور فلابد من تحليل. انا اقول لحضرتك يعني تجربه شخصيه يعني احنا لما انا بشكل شخصي لما رحت افغانستان عشان نغطي الحرب في 2001 طبعا هناك المياه غير امنه فكانوا بيدينا كده يعني اقراص كيميكال اقراص كده كيميكال فبنحطها في المياه عشان نشربها. نعم. الاقراص دي عباره عن ايه؟ مطهرات وتقتل البكتيريا. انا قصدي انه يعني هل ممكن دي لو كانت بتتباع في الصيدليات ولا تبقى شويه امنه فيما يتعلق بالميه اللي طالعه من الطرمبات؟ بس خلي بالك حضرتك القاهره مغطاه بنسبه 100% في الميه فما الداعي؟ انت حضرتك بتقول لي في بعض المناطق العشوائيه اللي يعني خارج نطاق القاهره. خارج نطاق القاهره. تمام. طيب اهدار مياه الشرب انتوا بتعملوا ايه علشان توقفوا الهدر في مياه الشرب او خلينا نقول الضوابط اللي انتوا بتعملوها علشان الحاجه دي ما تحصلش؟ زي ما قلت حضرتك الموضوع ترشيد المياه تحدي كبير لمصر. متوسط استهلاك الفرد في مصر بيفوق ال 200 لتر في اليوم. في بعض دول العالم بيصل ل 80 لتر فقط لا غير زي المانيا مثلا. مش 200 لتر بس ده بيصل ل 300-400 لتر في اليوم. وده اهدار ما بعده اهدار. احنا شعب متدين مسلم او مسيحي والاديان نهت عن اسراف الماء. يعني الاخ اللي بيمسك توك توك ولا سياره وخرطوم قطره بوصه ونص ولا بوصه يقعد يغسل فيه ساعه ويسيب الخرطوم مفتوح. ده بيتقي الله. فما مصروف عليها المتر 2 جنيه وستين قرش كهرباء وشبه وكلور وعمالة ومرتبات وخلافه وصيانة. فالترشيد ده شرعا مطلوب. ما هو ده قبل مطلوب. أي حاجة. ما هو ده مطلوب يا فندم. ومسألة أن المراهنة على أن سين ولا صاد يتقي الله يعني شوية مراهنة مع يعني ما بقى بتفضى في المسجد وفتح الصنبور على آخر يعني. لا دي حاجة ودي حاجة تانية. لكن في قانون دلوقتي بيناقش وهيدخل إن شاء الله مجلس النواب. بالإضافة إلى أن محافظة القاهرة تحديدا السيد الوزير محافظ رجل فاضل نبه على رؤساء الاحياء جميعا 33 حي بعمل محاضر لاسراف المياه اللي هو عدم الترشيد او الاستهلاكه في عدم مواضعها المقرره. يعني بيغسل سجاده وبيغسل توك توك وبيغسل سياره ورش الشارع قدام القهاوي والمقاهي. عندنا نظام مراقبه متطور في محطه رود الفرج وبنعرف بننتج كام متر مكعب في اليوم بالظبط. الاخوه رؤساء الاحياء انا كرمت بعضهم امام السيد محافظ اللي هو كان عنده نسبه اقل استهلاك ميه او وفر في استهلاك الميه. فبالتعاون مع المحافظه في حملات بتتم عن طريق الاحياء في مخالفه مغلظه. مخالفه مغلظه والمفروض تغلظ اكثر. كام مثلا يا باشمهندس؟ يعني اعتقد 5000 جنيه اللي بيدفعهم اللي هو المخالف. يعني مثلا لما انت تظبط حد بيغسل التوك توك بتاعه بميه الخرطوم يا فندم يغسله بجرد الميه ولا يغسله بخرطوم مستمر الضخ فيه؟ ايوه. مين الجهه اللي هي الأحياء. بتوقع المخالفه؟ الاحياء. الاحياء مع شرطه المرافق. ما شرطه المرافق يعني مش عارف يعني ده عايزه شرطي بكل كلما لازم لكل شارع ولا لكل حاره لابد ان اجتهد. طيب مسألة الفواتير، فايقة بتسأل عن فاتورة المياه مبالغ فيها للعمارة تصل إلى 150 جنيه لكل شقة. أنا في عمارات التوفيق شارع الطيران. 150 جنيه كم فرد؟ لا ما قلقش. تقدمت لترتيب يعني أنا في اعتقادي مع ارتفاع أسعار المياه مش غالية مش كتير.
يعني 150 جنيه مش للشقة كتير. مش كتير. اه تمام. انا حضرتك بنستهلك ميه في اليوم بخمسة جنيه. تمن كام سيجارة؟ واحدة. ما هو فايقة ما بتدخنش. طيب. كارت تليفون. طيب العاشر من رمضان تبعكم؟ لا العاشر من رمضان مدن جديدة. مدن جديدة لأن برضه في شكاوى من العاشر من رمضان. هيك طيب في معك. في شكاوى بشكل عام المحصلين وقراءة العدادات. يعني إلى أي مدى دي بتكون دقيقة؟ هو الأمانة الكمال لله وحده. احنا في مشيت من القاهرة أكثر من 13,000 موظف. أكيد بينا يعني مش كله يعني ماشي على الصراط المستقيم. ممكن يكون قارئ مقصر، محصل مقصر، لكن المواطن يطمئن إن احنا عاوزين حق الدولة هو ياخد حقه. وأي تجاوز بنتراجع ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. طيب بدون يعني حرج. يعني مثلا في ناس بتشتكي انه المحصل ما بيجيش كل كام شهر مره، يعني طيب بناء على ايه التقدير بتاع الفاتوره؟ عمليه تقدير الفواتير حضرتك يعني عشان المواطن يعلم برضو بعض الامور الفنيه، احنا عندنا في القاهره مليون وحوالي 400,000 مشترك. مليون و400,000 مشترك. اللايف تايم او العمر الافتراضي للعداد بتاع الميه من 8 ل 10 سنين. يعني سيادتك عايز كل 8 سنين تغير 1,500,000 عداد تقريبا. ودي طبعا مساله يعني صعبه جدا. فبيتعطل العداد واحنا بنقر ونعترف، او بيبقى غير في مكان لا يستطيع القارئ انه يقراه، فبيجي حضرتك قبل ما يتعطل العداد ويتكتب في الفاتوره معطل. بياخد متوسط 3 شهور او 4 شهور قبلها، وقسم على 4 او على 3 يطلع متوسط. يتم حساب المواطن على المتوسط ده حتى يتم تغيير العداد. طيب معنا تليفون من الاستاذ ثروت فوزي من عين شمس. استاذ ثروت مساء الخير، اتفضل. مساء الخير، اتفضل يا فندم. انا عندي شكوتين عايز اقول للباشمهندس عليهم. اتفضل يا فندم. فاولا هم بيغيروا خطوط الميه العموميه وبيدخلوا على البيت بتاعي خط الميه كان داخل 2 بوصه، فجاي دخلوه بوصة وربع، فبقول له لا انا داخل 2 بوصة، قال لي المحبس اللي معايا 2 بوصة، لو انت عايز اركبه لك هات 600 جنيه. قلت له انا ما معيش 600 جنيه، قال لي خلاص هركب لك محبس بوصة وربع، وراح مركب محبس بوصة وربع، ومن ساعتها المية ضعيف. طيب لو سمحت العنوان يا فندم بعد اذنك. نعم العنوان بعد اذن سيادتك. العنوان عين شمس الشرقيه، شارع احمد توفيق متفرع من شارع احمد عرابي قدام كشري طابا. ده اول شكوى حضرتك. او رد سيادتك او كمل ونرد لسيادتك على الشكوتين، اتفضل. طيب ثاني شكوى حضرتك، الميه دايما بقى لها اكتر من 3 اشهر تتقطع قبل صلاة يوم الجمعة بالظبط بنص ساعة، ما جبناش الا الساعة 3 بعد الظهر كل يوم جمعة. في نفس أنا العنوان. مش عارف ايه السبب. في نفس العنوان. في نفس العنوان. طيب. ما اعرفش. طيب. يعني هو قبل صلاة الجمعة بنص ساعة تتقطع المية، تيجي الساعة 3 بعد الظهر. طيب، في شكوى تانية يا فندم؟ لا، فأنا مش عارف ايه السبب. طيب، أرد سيادتك على الشكوى الأولى اللي هي اللي وصلة 2 بوصة وبقت بوصة وربع. احنا سيادتك عندنا حسابات هندسية مقننة على عدد الشقق في كل عمارة أو في كل بيت. بيتم تحديد قطر الوصلة، فإذا كانت هي قبل كده 2 بوصة، أنا ما أعرفش المكون العقاري عندك فيه كم شقة، فله حسابات محددة، لكن لو هو يستحق 2 بوصة هيركب لك عداد 2 بوصة، ما تدفعش أي فلوس خالص. أنا خدت عنوانك. طيب بالنسبة للشكوى الثانية. الشكوى الثانية حضرتك، أنا في عين شمس فيها مشروع ضخم جدا لتوسيع الشبكات، وحضرتك بتشتكي شكوى محددة كل يوم جمعة. فراجعها واطمن حضرتك وتاكد ان شاء الله مش تقطع. طيب الخصوص دي برضو جيزه مش كده؟ الخصوص قليوبيه يا فندم. قليوبيه كمان قليوبيه. يقول لي يا باشا الخصوص ما فيهاش ميه خالص. يعني معقوله؟ الله يعلم. طيب بس ميه خالص يا فندم، ده واخدين من ميه القاهره خط 1000 ملي موزع الخصوص. برضه حد برضه مش كاتب العنوان بس. طب الاخ عايش ازاي بدون ميه؟ ما فيهاش ميه خالص، عايش ازاي؟ هو يعني ممكن يكون في مبالغات. حد برضه يا استاذ عمرو، احنا عندنا المياه ملوثه لدرجه تصل الى ان لون المياه تغير الى الاصفر. يعني برضه من ضمن الحاجات.
رائحة المياه من الحنفية كريهة جدا وفاء عبد الله، والكلور واضح والشرب منها يتسبب بآلام بالكلى. طب انا بقى ارد يا فندم على سيادتك على الحته دي بس. لا يمكن ان يجتمع الرائحه والكلور الزياده. لو كان في كلور زياده ما يكونش الميه تكون يعني انا الميه يكون فيها كلور اطمئن المواطن يطمئن، عشان ما يكونش فيها كلور وهي رائقه جدا. لا لو هي فيها كلور وفي عكره بتبقى نقيه ومطهره. الكلور موجود، الكلور بيقتل اي بكتيريا. فمش ممكن تجتمع الريحه والكلور. لما نسبته يعني انا ماليش في احنا بنضخ شتك ب 2 ملي جرام في اللتر. عشان الشبكات اللي هي متهالكه في القاهره او القديمه عشان يوصل من المواطن بجرعه كلور مناسبه، نص ملي جرام في اللتر لا تؤثر. طيب برضو يعني الريحه دي ريحه الكلور ولا ريحه ايه؟ هو طبعا كلور ليه ريحه مع المعلومه، بس ليه يعني ليه لكن يعني مش ريحه غير مقبوله نتنه. ما يجتمعوش الاثنين مع بعض. ان في كلور زياده وفي ريحه زياده موجوده في المايه. طيب برضو طبعا يعني في شكاوى كتير، انا بحاول كده اشوف اللي هي القاهره لانه في شكاوى كتير جدا من محافظات مختلفه، حتى من مركز ابو تشت ومحافظه قنا، من الفيوم، من يعني اماكن محافظات عديده من الجمهوريه، لكن للاسف يعني احنا بس مقتصرين على القاهره. انتوا تعاملتوا مع شركه فوري لدفع الفواتير؟ ايوه. دي علشان تسهلوا على الناس، عشان يعني حضرتك احنا متاخرات لدى الحكومه وبعض الافراد المواطنين مبالغ ضخمه. فتعاقدنا مع شركتين اي فاينانس وفوري لتحسين مستوى تحصيل الفاتورة. والنتيجة عاملة ايه بعد هذه التجربة؟ هو لسه هما في البداية لسه في البداية. طيب المدن الجديدة هل الشكاوى بتبقى ولا دي مش تبعكم؟ كانت سيادتك تبع لحد 1/2/1 فبراير 2018 كانت تبعكم؟ كانت تبعي. طيب نسبة تم الشكاوى تم تسليمها للأجهزة، نسبة الشكاوى كانت أقل؟ لا ده القرى الجديدة عانت سيادتك العامين الماضيين من المية لحد الحمد لله ما تم تشغيل محطة القرى الجديدة والمشكلة انتهت. طيب الأستاذ علي جمال معايا من مدينة نصر. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت عايز أسأل باشمهندس، بس أنا كنت قدمت طلب لعداد للشقة لوحدي. تمام. فجاري يعني في الشقه الاقتصادي عايز يدخل معايا بحيث نبقى احنا الشقتين على عداد واحد، هل ممكن؟ ولا مشكله يا فندم، تحت امرك. عادي ممكن عادي. الطلب اعدله يبقى بشقتين؟ بشقتين بثلاثه زي ما سيادتك عاوز. وعداد واحد؟ وعداد واحد. عايز على شقه واحده بعداد واحد ممكن. طب حاجه سيادتك لو اي حد عكسك في مدينه نصر تعالى لي مكتبي اخلص لك طلبك في ثواني ان شاء الله. انت عنوانك فين لو سمحت؟ شقتين. عنوانك فين يا استاذ علي؟ انا في الحي السابع حضرتك. بالتفصيل من فضلك بسرعه. مدينه نصر عماره 27 بلوك 115. الحي السابع. شارع نبوي المهندس. تمام. حاضر. شكرا استاذ علي. الاستاذ محمد عبد الموجود من المعصره حلوان. الاستاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء النور. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. لو سمحت انا الميه بتقطع عندنا في المعصره من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 8 بالليل كل يوم. كل يوم؟ كل يوم. واتصلت بالاستاذ مدير شبكات الحلوان قال لي احنا في السده الشتويه. بقى لها 3 اشهر ولا 4 اشهر الكلام ده. معصره. طب يا فندم اشوف يعني الموضوع، لكن عشر ساعات لكن مش عايز اقول لحضرتك حاجه على الهواء، لكن ده مستحيل يعني، لكن انا اشوف الموضوع بنفسي. مستحيل. هو الراجل يعني حتى لو بالغ لا يعني احنا لا نحترم رايه ولازم نشوف المشكله. حاضر. طب ايه حكايه السده الشتويه دي؟ يعني عشان منسوب المياه في النيل بيبقى منخفض، بيقل ينخفض منسوب المياه في النيل، وبالتالي انتوا بتعملوا ايه؟ وبالتالي يعني بيقل سحب المياه من النيل وبتاثر على المواطن، لكن احنا الحمد لله بنغطي كل المشاكل دي بخزاناتنا الموجوده وعارفين بالظبط وقت الذروه بنضخ ميه زياده.
لكن كل يوم كل يوم تقطع مكان محدد يعني. طيب هو الكلام طبعا يعني عن السد الشتوية. طيب لو حصلت تطورات في أزمة مياه النيل هل أنتم مستعدين لهذه التطورات؟ سؤال في منتهى يعني بأمانة الحرفية ومهم جدا لمصر كلها. أستاذ عمرو، احنا بنثق في قادتنا والرئيس بتاعنا، ولا يمكن زي ما قال يضيع مصر، لكن المواطن لابد ان يعلم ويتيقن ان حصة مصر 55 مليار متر مكعب، كنا في الخمسينات كم مليون، 30 مليون، وصلنا النهاردة 105 مليون. فبالتأكيد طبعا حصة الفرد بتقل، احنا وصلنا دلوقتي لحد 600 متر مكعب في العام المواطن، وده حد الشح المائي. الاستهلاك اللي احنا بنعمله والتسيب في المايه ده لابد ان يتوقف، في الري، في الزراعه، في الاستهلاك الادمي، في كله لابد ان نعي ما حك ظهرك مثل ظفرك. دي ثقافه لازم تعمم على الناس كلها تعرف. فحصه المايه موجود 55 مليار، لكن المشكله فين؟ احنا بقينا 105 مليون وكمان في الهدر، والهدر طب ما نحافظ على المايه. حك انا زرت عمان، عمان فيها ميه يومين ميه في الاسبوع. انا زرتها برضه نفسي. طيب مدام سوسن من الزاويه الحمراء، مدام سوسن مساء الخير. سلام مساء النور يا فندم. اتفضلي يا فندم. انا من مساكن الزاويه الحمراء الجديده. مساكن الزاويه الحمراء الجديده. تمام. اللي هي المساكن اللي تبع الحكومه. اتفضلي يا ستي. انا في الدور الرابع. ايوه. انا دلوقتي ساكنه بقالي كذا سنه في قلب الشقه دي، لان الشقه دي تملك حمايه كويس، وحمايه متوفي، وانا مرات ابن المتوفي. نعم. فانا برضو جوز اللي هو ابن حمايه متوفي برضو. انا ارمله ما معيش عيال، وقاعده لوحدي في قلب الشقه، ففي رابع دور. وفي نفس الوقت انا بقالي كتير من المواسير كانت حديد بتنزل لي الميه صفرة وتنزل لي ضعيفة. فأنا جيت في 2010 عملت طبعا جمعيات وبتاع، فأنا رحت هدى الحيطة وبتاع، وعملت ركبت مواسير من الأم من تحت في الشارع لحد رابع دور ليا ماشي. وجبت عداد ميه على حسابي وركبته، وقطعت خالص الماسوره اللي هي الحديد دي، شلتها من عندي خالص. ورجعت بعد كده رحت بلغت شركه الميه اللي هي في رمسيس، فضلوا يطلعوني وينزلوني ويعملوا لي ويقولوا لي قدمي طلب. طب قدمت طلب، قالوا لي لا قدمي شكوى تانية على اساس ان احنا نوافق لك عليها. طيب قدمت كذا شكوى وقدمت كذا بتاع، واديتهم الفواتير بتاعت المواسير وبتاعت العداد. رجعوا قالوا لي بصي العداد من رابع المستحيل ان احنا نقيده لك عندنا، شيليه وتعالي قدمي عندنا على عداد، ونركب لك العداد ب 500 جنيه سواء بالقسط او فوري، واللي يركب لك العداد اديله 500 جنيه. ومن ساعتها وانا ما حدش بيجيني لتركيب الميه من 2013 لحد الان، بس هو لجنه الحلفان كذا مره اتصل بالشركه، بعتولي من الشهر اللي قبل اللي فات بعتولي سنه واربع اشهر، يعني السنه اللي هي 2013 واربع اشهر من 2014، وبقالي دلوقتي اسبوع عمال اتصل بتاع ده وان الشركه بتاعت الميه، ومفيش فايده ان يبعتوا لي الوصلات. حجتهم ان انا قافله الباب الحديد. طب ما انا النفر لوحدي وانا ارمله وقعدت على المعاش دلوقتي، وبعدين انا تعبانه، انا عامله ثلاث عمليات يا ماما. كل ما تقولي لي هاتي كعب الميه وما دفعتيش ليه، وتعالي ادفعي واعملي. يا جماعه انا تعبانه ومانيش قادره اروح ولا اجي. طيب. يبعتولي تحصيل على اساس او اي حد يجيب لي الوصلات الميه.
ما فيش فايده. طيب مدام سوسن خلينا يعني العنوان عشان ابعت لها حد يخلص مشكله. العنوان العنوان فين يا مدام سوسن؟ يا جماعه لو مدام سوسن معانا على ال ايوه انا معاك. طيب يا فندم العنوان ايه بالظبط قولي لي؟ انا اسمي سوسن عبد القادر حمزه. كويس. والوصولات الفواتير بتطلع باسم حمايه باسم عبد السميع علي عفيفي. واحده واحده يا جماعه واحد بس كلمني في ودني لو سمحت. جديده بلوك بلوك كام يا ماما؟ بلوك كام؟ بلوك 21 مدخل 2 ايوه الدور الرابع شقه 8 وانا لحد يا ماما. دلوقتي لحد الان احنا دلوقتي في سنه 2018 ما فيش ولا تحصيل جه ولا كشاف جه ولا حاجه خالص. طيب. انت لسه يا ماما قلتي دلوقتي العداد مغلق في مكان فيه قفص حديد. لو سمحت احنا عندنا منظومه شغاله كما ينبغي. لو سمحت يا ماما. طب اسمعي المهندس مصطفى يا ماما. احنا ولادك يا ماما. احنا ولادك بيجي بيخبط على الجرد. احنا ولادك الكشاف بتاع الميه ولا بتاع التحصيل بتاع الميه لما بيجي كان بيجي الصبح بدري. طب يا مدام سوسن يا مدام سوسن يسمع ولا ما يسمعش ياخد بعض ويمشي. طب يا مدام سوسن يا ماما احنا ولادك وهنعمل لك اللازم وما تقلقيش لكن عندنا منظومه شغاله. فانت خدنا عنوانك هبعت لك حد من المحاصرين يخلص لك المشكله كلها. طيب ناخد الاستاذ سامي من الحرفيين. استاذ سامي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا من اربع اتكلم يا باشمهندس. اتفضل. انا من اربع شهور جيت بصيت لقيت الفاتوره بتاعتي جايه لي 1140 جنيه. ايوه. وشهر بعديه 1040 جنيه. بصيت لقيت قلت طبعا لا كده انا ده انا شقه. لشقه واحده؟ شقه واحده. وبعدين بعد كده 500 في 500 رحت قبل ال 500 ديت رحت قلت لهم لا انا عايز اعمل فحص العداد. جه شال العداد وصفره. بعد ما صفر العداد ابص الاقي لي 500 اخر انا كنت النهارده هناك قال لي الفاتوره الجديده 700 جنيه في شقه. لا طبعا كتير انا بقول لك كتير هذا المبلغ كتير. كل لكن ما نفحص حد هناك يقول لي كده الرئيس بتاعهم جاب الدفتر وقال له ازاي انت تقول لي مغلق كاتب مغلق وتقول لي عليه الحسابات دي. لا يا فندم لو في اي خطا احنا نتداركه. وبعدين محدش محسوم من الخطا. الشهر اللي فات بعد احترامي لحضرتك رحت الشهر اللي فات قال لي لا من الشهر الجاي احنا هنشوف العداد كام. استاذ سامي لو لقينا استهلاكك قليل هتبقى لك عندنا فلوس بس مش هتاخدها عند سهم خاصه مش عارف ايه. ابص الاقي 700 جنيه الشهر ده. استاذ سامي من فضلك اديني رقم المشترك والمنطقه لو في ايدك الفاتوره. المشترك؟ الرقم المشترك ورقم منطقه. لا ادي لحضرتك العنوان انا مش في ايدي الفاتوره حاليا انا بتكلم مش في ايدي. طب اديني عنوان يا فندم لو سمحت. الفاتوره باسمك؟ سامي مختار حسن. سامي مختار حسن واحد محمد نصار. واحد محمد نصار من جمال عبد الناصر. ايوه. الدور الخامس. ايوه. بجوار صيدليه مكه. اللي قالوا لك الاخ ده احنا فعلا لو لسيادتك اي حق عند الحكومه هتاخده كامل مكمل ما بناخدش احنا فلوس من حد غير. حضرتك عايز رقم المشترك؟ ادهوني لو سمحت. ادهوني. قول الرقم 2-0 ايوه 2-6 منطقه كباء. منطقه كام؟ المنطقه دي المنطقه على فكره ده دي المنطقه مش المشتراك. في رقم منطقه كباء. لا المنطقه هي 20-26 الاشتراك كام بقى؟ الاشتراك 1-9-0 ايوه 5-5-7 عظيم اشكرك. الله يخليك. حاضر يا فندم معانا لكن حاضر. طيب للاسف يعني وقتنا خلص من بدري لكن طبعا الشكاوى مش هتخلص. حاولنا احنا في بقدر الامكان في هذه الفقره ان احنا نستعرض يعني معظم الشكاوى المتعلقه بمياه الشرب في القاهره واستمع ليها بصدر الرحب المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركه مياه شرب القاهره. بس اللي نقدر يعني النتيجه الابرز من حوارنا مع المهندس مصطفى يمكن هي عبارة قد يصدقها كثيرون وقد لا يصدقها كثيرون وهي أن مياه الحنفية آمنة 100% والراجل زي ما حضراتكم شفتم شرب فعلا من مية الحنفية عندنا هنا في القناة.
مرة تانية أستاذ مصطفى أنا بشكرك شكرا جزيلا على ساعة صدرك. وأنا بعتذر لكل الأصدقاء اللي كتبوا لنا يعني شكاوى تتعلق بمحافظات أخرى، منها في الصعيد ومنها في الدلتا والإسكندرية، لكن يعني على وعد إن شاء الله إن احنا نحاول بقدر الإمكان من حين لآخر إن احنا نستعرض هذه الشكاوى مع المسؤولين عنها، لأنه طبعا الأستاذ مصطفى المهندس مصطفى ما يقدرش يجاوب على شكاوى تتعلق بمحافظات أخرى. مهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه شرب القاهرة، شكرا جزيلا. بعد الفاصل تجربة مهمة من النجع، من النجوع، نجح في زراعة أسطح جميع المنازل تقريبا بخضروات وأشياء أخرى. كيف نجح الناس في توفير كل احتياجاتهم من الخضروات بل وحققوا دخلا من بيع فائض الإنتاج؟ بعد الفاصل استنونا.